زبالة. ليه بس؟ فندق زبالة. احنا زبالة؟ ايوه زبالة. ليه يا فندم؟ مش انا سيل في الفندق؟ ايه؟ مش انا سيل؟ انت غسيل في الفندق؟ سيل ايه؟ مش انا كاست في الفندق؟ مش انا كاست؟ انت ايه؟ مش انا كاست؟ انا ما شمتش حاجة والله. بس لو انت هتحس اكتر مني، يعني لو انت كست هتحس. هتسمع حتى، هتشمها اكيد ولا ايه؟ يا عم مش كست دي يا عم، كست كست يعني عندي قرفة. عندك قرفة؟ ما هي الكست بتجيب قرفة. ايوه هي الكست بتجيب ايه غير قرفة يا ابني؟ يا عم مش القرفة دي يا عم، مش بتاعت البومبومة. البومبومة؟ لا قرفة، قرفة اللي فيها قرير وفيها قباك وفيها اكاتة. اكاتة؟ إيه؟ اوقات بتبقى مؤتة يعني. مؤتة؟ مؤتة؟ على اسف. على اسف، على اسف. انا مش فاهم اي حاجة. بيقول لك غرفة؟ ايوه. يا راجل يا راجل، ما تقول غرفة من الصبح. انت اللي فاهمني. ايه؟ انت اللي فاهمني. كويس. انت بتتكلم زي انت ما بتعرفش الالام اللي احنا بنتقلمه. انا اصل انا ماليش في الالام.